ومحمد الحضري وعادوا بالروبورتاج التالي. لا يحمل هذا المشهد سوى ما يدلل على قساوة الطبيعة وعلى طفولة تصنع أحلامها بطريقة خاصة وعلى مهنة لا يجد أهل المكان لها بديلا، لأنها ألفت المكان واستطاعت أن تكون على أرضه مصدرا للعيش وللحياة. مياه ناذرة ومصادر محدودة للكلأ، تلك هي مقومات هذا المكان حتى في شهر رمضان. البادية العطش وتمارة وتكرفيس وولادنا ما كيقراوش، والبعد ما عندناش، عندنا واحد العنانة في الآخر في الجهة نتاع الجبل شي 6 كيلومتر ولا 7 كيلومتر، جابوها لهنايا وما كانتش ما كتنشف لي في وقت الصيف. تشترك في هذه المعاناة زهرة وصليح بالعربي، ربتا بيت في مكان تختبر فيه قدرة النسوة على التدبير. في ظل نقص المياه يبدو كل أمر منزلي عسيرا. صعيب هنا العيشة في هاد البلاد، الماء قليل ما كاينش، والطياب غير النار، والضو كنديرو غير الشمع، هادشي اللي كاين. مع اليوم رمضان صعيب التعب بزاف، صعيب الحال هنايا اليوم في رمضان، ما كاين لا تلفازة لا والو، غير الراديو سيبي، لا كاينش الراديو بالحجرة، هذاك ما التلفازة ما كاينش باش تخدم. من قال إن الفراغ لا يعيد المرأة إلى ربه؟ هذا قول ينطبق على نسوة المنطقة في جمعهن تحت هذه الخيمة لذكر الله. خصنا غير الماء وما برا مزيان تكون نشاط ونتمشى ومع الشمس ومع الهواء ومع نكونوا مزيان، ولا خصنا الماء. الماء اللي عندنا قليل في هاد البلاد، وما حنا مزيان في رمضان، عندنا رمضان صافي في هاد، لكن لا صدع لا والو. كلام يختصر كثيرا من الحكمة وعظيم الرضا بما قدر الخالق. صعبة هي الحياة في هذه المناطق كما في مناطق ريفية أخرى من الوطن، يزيدها صعوبة شح المياه وغياب الربط بالكهرباء والطرق، مما يجعل أداء فريضة الصيام أمرا صعبا في كل الأحوال. محمد رادلي لسعيد إجاصي ومحمد الحضري، منطقة مطروح، إقليم جرادة.